أم يحيى، أهلا وسهلا أم يحيى، السلام عليكم. أهلا 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 أهلا. هلو، السلام عليكم حبايبي. أهلا أهلا، هلو جايز، ازيكم؟ أوه سوري، وقت. اوه ماي جاد، خليني الف الكام ناحية تانية. هلو جايز، هلو 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 هلو، واهلا بيكم معايا في الجولة الاخيرة. في شوية اللي واقفين في التليفون هنا ممكن نقدر نستغلهم ونتوكل على الله ونبتدي الجولة الاخيرة بتاعتنا هنا الشارع ده. This is the one. انا جبت اصحابي هنا مره بالليل. الشارع ده كان مقفول تماما عشان الكورونا، لكن دلوقتي فتحوه وانا هبتدي امشي النص كده عشان افرجكم. مرحبا يا احلى ابي، اشكركم اشكركم. مش شايفه الاسامي قوي، نو من الطريق، خايفه اقع اتكعبل. هقراكوا حاضر، اول ما بقفل بقراكوا حاضر. اهلا 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 بالاصحاب الجميله اللي اول ما جات لهم اشاره فتحوا. حبايبي Hello guys. Hello. 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 اهلا وسهلا بيكم حبايبي الامارات. Hello. Hey. 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 اهلا 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 بعز الحبايب. اهلا. اهلا وسهلا بيكم يا حبايبي، السلام عليكم، مساء الخير. Good afternoon to all of you. ان شاء الله باذن الله يبقى جوله اخيره حلوه باذن الله، ان شاء الله يعني، واتمنى تنبسطوا معايا. عايزه اقول لكم انه التليفون ما فيهوش كتير، بس انا حابه ان انا اشارككم معايا الجزء ده علشان امتعكم معايا وانتوا قاعدين على الكنبايه. Let's go. انا في طريقنا تاني. انا بس دخلتكم الحته دي عشان اوريها لكم. عباره عن مرايات. و المنطقه دي من المناطق الحلوه اللي هي يعتبر كلاسي شويه. I'm gonna show you the rest of the area. هوريكم الحتة الأخيرة منها كده من هنا. مرسي على القلوبات والحركات، مساء الفل عليكم، مساء القشطة ومساء الورد، مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين. أهلا وسهلا معايا في خروجة سريعة من خروجات أبي.
أبي لندن ووكر حافظة أماكن كتير ممكن ناس كتير تكون مش عارفها. من الأماكن اللي بيقولوا عليها كلاسي قوي أو شيك قوي زي المعادي وجاردن سيتي الزمالك، الأماكن دي تلاقي فيها كده بوتيك نازل حاجات غريبة كده، تلاقي فيها محلات معقمة زيادة عن اللزوم قوي جدا خالص كده، تلاقي العواميد اللي في الشارع متلونة كده، تلاقي الأرض الأصلي الإنجليزي اللي هي من أيام الإنجليز زمان قوي ما تغيرتش، حتى العربية اللي بتلم الزبالة بالكهرباء عشان ما تعملش إزعاج. من الحتت اللي بحب اتمشى فيها عشان اهضم البط، بس انا كلت بط and then بسط، انا كلت بط يس يس بيبي يس، كلت بط وين بسط، كان طعمها حلو قوي 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 قوي. محل مخصوص للفخار، اولا لا بلاش، اولا لا عسل يا عسل يا اولا 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 لا اولا عند بلاص، واو اي لايك ات. اوكي امد شوية عشان اكسب وقت قبل ما يموت. انا جبت اصحابي هنا في الكريسماس تايم وشافوها بالليل معايا وهي منوره في الزينه، ودلوقتي انا جايباكو فيها. النهار العب يلا 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 ان شاء الله حد ما حوش. هوبا بقى عيني ضيقه، هوب بقى يلا بقى عشان خاطركم والله، عشان خاطر اصحابي الحلوين. احدث 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 شنط، العب يلا. مش شاركور ماركة معروفة. هنخش بقى على ايه، منطقة حلوة حلوة كل الناس بتجيلها من أي حتة. ليه؟ عشان هي من الأماكن الراقية جدا اللي حبيبتي على قلبي كده، حبيبي على قلبي يعني، أنا نفسي بحبها يعني، يا بحبها بجد لأنها لسه فيها نفس الطراز الانجليزي القديم، شبه شارع الجمهورية في بورسعيد كده مثلا. فيها التقنية القديمة، فيها الحركة الشيك اللي بنظافة، مفيهاش حد قليل أدب، مفيهاش حد بيضايق حد، فيها كده تحس ان انت في مكان مميز. عندي صورة قاعدة انا في البيت في الحتة دي، أنا واحدة صاحبتي وصورتني وعملت لي فيديو كمان. yeah. فقررت أني أوريها لكم. Welcome in my page guys into the Apple Market. Apple Market in Covent Garden. Covent Garden guys, hello. اللي هيشوفوها هيفتكروا من القدام. دي المكان اللي جبتكم فيه ايام الكريسماس. The Apple Market, Covent Garden. Here we go. It's the last one. Let's see the last show he is doing.
Hey, 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 how are you? Nice. Well, it's usually gets more people involved, to be fair. Don't worry, I'll make it simple. Not that simple. Here we go. Just let's get everyone involved, not only one kid. And one alcoholic. Say it's a big in. So, which one would you like to see? Okay, so communication is not our strong side. I'm just gonna choose for you. Don't jump! They'll be okay. You guys, jump! Okay! Don't jump. So, here you go, say, what can get possibly wrong? Everything. So here we go. I'll do a few quick tricks. This is gonna be my last show before I'll go back to prison. It's a joke. I just got out. from 1 year. 1 year of prison. Year of lockdown prison. ومسمي الكورونا حبسة لأنه ما كانش عارف يمارس هوايته. That's right. I'm starting from the beginning. Your life. I don't think someone will notice. Life. Life. Yeah. Oh, you are a bit late. Club. Sorry. Club. It's okay, like everyone else. And yes, and I'm gonna juggle three of them. What do you expect? I expect four. Okay, let's just this is what I'm gonna do now. This is really bad looking. Here we go. If you guys just arriving, I'm just beginning. Here we go. I just started this. Okay, would you like to see something good? Yes! The one person. Yes. He's the one who's yelling. I just tried. Or maybe not. A bit bad for me. Never mind. أنا بعيد جدا عنه. هو في نص الميدان. أنا بعيد. بس بحاول أتفادى الولد الشقي ده. No response whatsoever. So, are you like to see a good trick? Yes! Only one person. So, you only need at least five people because otherwise. Yay! Come on! Okay, so here we go. Actually, I don't think it will help, but. So let's start. Just stay back away behind the invisible line. Here we go. I know it looks really easy, as the easiest thing in the show. Anyone wants to try? No.
fight for the knife. Come on. You think you can do it? I'm a kid. I'm not. Yeah, no. Here we go. Oh. That was the feedback from microphone. It is good to have a feedback. Yeah, he's trying to warm up. Maybe he can do the same thing backwards. Maybe pay attention, just like I can. What we can handle, really. Not fun. Oh. Slip. Oh, it's embarrassing. Here you go. I was thinking really to do it. To juggle like a line standing on the bike. I was really thinking of doing this. Wow. You want to do it? Oh my god. What's really going on? No. Exactly what I'm thinking. Here you go. So maybe you don't trust me that the knives are dangerous. So I'm gonna quickly prove you that the knives are dangerous. Oh my god, some people yes, are filming yes, this. Yes, you are. And don't put it on internet. It's already on. Don't put it on internet. Here you go. Let's try this before I do this. Or not. I would like to have some fun. So, I'm gonna give you a choice. You can do it the safe way, with protection, or we can do it the dangerous way, without protection. I have to say, some of you look like you asked yourselves the question before. Okay, so. Nothing. Okay, so once again, I'm gonna choose for you. When I will ask you to pay me, I'm gonna choose for you as well. So I hope it's gonna work. There you go. It looks like no one's gonna stop me. It looks like no one's gonna give me any money as well. But, hello. There's a smoking section right next to kids. Just joking, don't smoke next to kids. So here we go. This is the finale of my little show here today. My little book show for today. That's the crazy part. So I'm just gonna change the music for the finale. And here we go. And you guys have any good day? Yeah, me too. Thanks for asking. So I'm gonna play some popular music. Standing on the bike, juggling knives. I know, I've already started, so. Valkyrie, would you like to see it? Yeah, me too. It's a trick, that's a lot of trick. If you go to a theater,
in 2016, you would pay £49 to see it. Okay. No joke. So here he goes. But this is on the street, so 45 will be fine. Okay. No more talking about money. 35? Like we're negotiating. 20? 90? Okay, okay, your last drink. Last drink of the day. Can everyone just clap? Just need more, please. Lady, when you come back home, just try to stand up on your handlebars. Here you go. He's kidding. He's coming back. He left all his stuff over there. رجع هو بس بيحاول يعمل شو. Come on, wake up, guys! Did you see? Wow! Oh my God! Okay, I'll do it now. Here you go. You guys take one step back. Take two steps back. I don't think she even realized that someone passed her on the bike. Thank you. Okay, here you go. I'll just quickly wait. That's what I was really doing past 3 hours, waiting to do this show. And here you go. Don't worry, the festival will be done when the trick is over. I would like to get on with it, but I wouldn't like to kill anyone. Everyone ignoring man with knives. I wonder why London has so many stabbing with it. This is the third round of my best show. In London, I'll do one more round. It's not like I can do anything else. All right, ladies, don't move. No, I can't really do it. Would you like to see it? Can you see? Ladies, listen to the man with knives. Run! Yeah, next time when the man with knives said this, just do it. Here. No more messing around. I'll do it now. Yes. Oh, that was close. But he didn't really have time to do this. Let's face it. So, we just finished this rubbish. And, thanks for watching it. You can't even ask for money, to be honest. So, but, it never really happened, but, I'm having this dream very often that someone
someone from the show, someone who really enjoyed the trick, and it's possibly death or something. So, someone gave 20 pounds. Bet. Buy. Anything? I'll stop milking. There's a little box, so just fill it up with money. So you hear. No, no pressure, no pressure. But there's just in case. Thanks. Cash count. Thanks. I hope it's worth more of it. It's worth it. اهلا بيكم يا جماعة في كوفن جاردن ابل ماركت. منطقة شيك جدا جدا جدا، غالية جدا جدا، ناس كلها بتجيلها من كل انحاء العالم. انتوا الان بتتفرجوا معايا على اغلى مكان للسياحة في لندن. كنت هنا زمان ايام الكريسماس وصورت فيديو الكريسماس منها، وصحابي القديمة عارفينها كويس موت، شافوها معايا من A to Z، من الألف للياء، اتفرجوا معايا فيها. وهي كانت مغلقة ومقفولة، لكن كان فيها شجرة الكريسماس، كان فيها احتفالات، كان فيها حاجات من بعيد لبعيد مسافات. دلوقتي الحياة ابتدت ترجع تاني، والبلد ابتدت تفتح تاني، كل شيء، لكن في مسافات. بنحاول نتمتع بحياتنا، بنحاول ان احنا نغير جو سوا، بنحاول ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يبسطنا ونعمله. دايما بنحاول نخلق السعادة بايدينا لنفسنا. اذا كنت انت كئيب، انت غاوي كئيبة، عمرك ما هتتغير. لكن اذا كان عندك امل ان انت فعلا تغير من نفسك وتبتدي تشوف ايه اللي يسعدك وتعمله، هتلاقي فرق كبير قوي قوي في الحياة معاك. هتفرق معاك في ايه؟ هتفرق معاك في نفسيتك، في معنوياتك. هتفرق معاك ان انت بدل ما تقعد تتفرج على حاجة تخليك كئيب، اتفرج على شيء يغير جو دماغك ومودك. شوف الحضارة والبلاد بتحاول تبقى سعيدة بجنيه. ممكن تشتري ساندوتش وتبقى مبسوطة، ممكن تقعد تأكل الحمام وتبقى مبسوطة، ممكن تشتري واحدة جيلاتي وتبقى مبسوطة. السعادة مش بالفلوس، السعادة انت اللي تقدر تخلقها لروحك، انت واللي حواليك. انت كزوجة من حقك ان انت تخلقي السعادة في البيت بتاعك. كلما خلقت سعادة، كلما كرهت النكد. طول ما انت انسانة متفائلة، طول ما انت هتحس انك عايشة. طول ما انت انسانة متشائمة، هتحس ان الحياة ملهاش طعم ووحشة. احنا مش مليونيرات، احنا مش اغنية، احنا بنحاول ندور على السعادة ونتمتع ونعيشها بأقل التكاليف.
بشيء بسيط موت، حاجة فوق ما تتخيلوا، بيكون ساندوتش برجر الاثنين وإزازتين حاجة ساقعة. بنتمتع بأقل التكاليف. مطرة وقفت ولسه بنتمتع، مطرة اشتغلت وكنا بنتمتع. حياة ما بتقفش، حياة شغالة، فيها حركة، فيها 1-2 أساسي، الشغل طول الأسبوع، وقت الغداء مع وقت العشاء مع العيلة مع الناس اللي في البيت عايشين معاك، بتلاقي روحك اليوم بتاعك عدى حلو وهادي. ما انتش محتاج شو، انت مش محتاج تفرج الناس وتقول لهم شوفوا انا بلبس ماركات ايه، وشوفوا الجزمة بتاعتي ماركتها ايه، وشوفوا الشنطية بتاعتي ماركتها ايه. لا، احنا بنحاول نكون طبيعيين جدا، بأقل شيء ممكن نسعد نفسنا ونسعد الغير. أتمنى أني أكون بسطتكم معايا النهاردة، ويكون الناس اللي دخلت القليلة اللي هي يعني شوية نونو اللي دخلوا عندي هي قدروا أنه فعلا أنا طول اليوم عندي حياة، طول اليوم عندي حاجات مهمة جدا بعملها، رحت اشتغلت أنتكت وساعدت مرضى السرطان في كام فاترينا، ورحت كمان أخدت الحقنة بتاعتي بتاعت الميكروب بتاعت الكورونا فيروس، ورحت كمان أخدت الدواء والعلاج بتاعي من الدكتور والصيدلية، ورحت كمان اتفسحت معاكم كأصحاب وتعشيت عشا بدري طبعا بتاعنا، ودلوقتي بختم اليوم مع حبايبي من قدام كريستن ديور، هدية مني لإخواننا العرب اللي غاويين ميك اب ماركات. نورتوني وشرفتوني، أحلى صحاب أحلى ناس من أمام كريستن ديور ميك اب. بقول لكم thank you so much guys, seriously I am so happy. أنا مبسوطة موت إن أنا شفتكم، ومبسوطة موت إن أنا اديتكم على الأقل ساعة من وقتي أو نص ونص، يعني ساعة ساعة ونص، لكن حسيت إن أنا عملت شيء بسعد بيه الغير. نورتوني وشرفتوني، وشوية نونو صغنونو 800 فرد دول ما تخيلتش ان هم هيكونوا موجودين اصلا. الناس كلها تقريبا مش موجودة اللي على الصفحة، الصفحة دي فيها تقريبا 300,000 متابع او 300,000 معجب، حاليا مش شايفة غير 600 بس، لعل يكون المنع خير. لكن اتمنى ان شاء الله لو انت في شغلك وخلصت تمتع عينيك بالحياة واليوم معي. كانت معاكو أبي لندن ووكر من كوفن جاردن. Thank you so much guys. متشكرة خالص لكل الناس اللي كتبت واللي حضرت. Seriously I'm so excited and happy to read it all of you. I will read you, I will answer back, I will totally agree or not disagree or whatever. I am happy to be with you. أنا مبسوطة وأنا معاكو، ومبسوطة أني بقضي وقت معاكو في وقت فراغي. أتمنى تكونوا انبسطتوا وقضيتوا وقت حلو معاكو. شكرا خالص لحضوركم حبايبي. Thank you so much. Bye.